السلام، وهو قام بجهود كبيرة في مجالات مختلفة لتطوير العلاقات وخصوصا في مجال التعليم. Molim profesora dr. Aleksandra Popovića, predsjednika Saveta. Nadej dr. Aleksandra li يتم تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية، وزراء الصرب والمصريين، فخامة سعادة السفراء، أعضاء الوفد، طلاب وضيوف، أهلا وسهلا بكم في صربيا. سادتي وسيداتي، جامعة في بلغراد تمثل أضخم مؤسسة تعليمية في المنطقة، وتؤمن لتطوير مجموعة من المهن والمجالات، في مجالات طبية، في مجالات علمية وتقنية. جامعة بلغراد تدافع لتطوير جميع المجالات، خصوصا التعبير عن الرأي، التعبير عن الرأي والحريات. الجامعة تؤمن جميع الظروف للجميع دون وجود أي فروق دينية أو اعتقادية أو اقتصادية. من الأسس المهمة في جامعة بلغراد، وأعتقد جميع الجامعات الأخرى، نحن كبروفيسورية أو كادر تعليمي في الجامعة، هدفنا أن نخلق فيهم مع عائلاتهم أشخاص أصحاء مهنيين ناجحين في أعمالهم ودراساتهم، ببذل جهودنا جميعها لجعل هذا العالم أكثر عدلا، أكثر أمانا، ونخلق أجيال جديدة التي ستسلك طرق إيجابية وليس طرق سلبية لتطوير هذا العالم. وهناك أشخاص عديدة لا تعمل في مجال التعليم، ولكن طرقنا تتشابه بأعمالهم، بأعمالهم التي يمارسونها من خلال جعل هذا العالم أكثر أماناً، وأن الحقيقة يجب أن تظهر، وهذا كله بهذه الأعمال كلها يسعون إلى تحقيق العدالة، يعلمون الطريق إلى الاتفاق والتفاهم. زميلي ذكر هذا الشيء، سيد كورديتش. في عالمنا هذا هؤلاء الأشخاص نادرون، هم فخر لنا وفخر للآخرين وفخر لهذا العالم، ونحن نفتخر بهم. أهداف الجامعة وأهدافنا، أهدافنا لتحقيق السلام لأطفالنا، لأطفال أطفالنا وأحفادنا، بالرغم من مكان نشأتهم، لونهم، فهم من رب العالمين، فلا يجب أن نفرق بينهم، وهذه العلاقات لا يجب أن تربطنا وليس أن تفرقنا. وبهذا لدي الفخر أن أطلب من الجميع الوقوف. زميلاتي وزملائي، الشرف لي باسم اقتراح جامعة الأمن، كلية الأمن،
خصوصا للتطورات والتقدم الذي تم تقديمه من قبل في هذا العالم والتعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بلغراد، أن أعلن السيد عبد الفتاح السيسي كدكتور فخري. اسمحوا لي أن أقدم له شهادة